بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. خير القرون مكانة في الأمة، نحدو وإن قل اتباع وغيرنا، من كل يزيد الكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الواسع العظيم الجواد البر الرحيم، خلق كل شيء فقدره، وأنزل الشرع فيسره، وهو الحكيم العليم. بدأ الخلق وأنهاه، وسير الفلك وأجراه، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. أحمده سبحانه وتعالى على ما أولى وهدى، وأشكره على ما وهب وأعطى، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك العلي الأعلى، الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى على العالمين، صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر أفضل الصديقين، وعلى عمر المعروف بالقوة في الدين، وعلى عثمان المقتول ظلمًا بأيدي المجرمين، وعلى علي أقربهم منه صلى الله عليه وسلم نسبًا على اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. ما دار في السماء فلك، وما سبح في الملكوت ملك. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت، وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أيضا فيا أيها المسلمون عباد الله، صفحات من التاريخ، صفحة من صفحات التاريخ، هذا هو عنوان خطبتنا في هذا اليوم من أيام الله جل في علاه. نقلب في هذا اليوم صفحات من تاريخ أمة الإسلام، التاريخ الناصع البياض، التاريخ الذي كله أمجاد، وكله فخر، وكله شرف لمن انتسب إلى هذا الدين، لمن شهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه تاريخ أمة الإسلام الذي يحق لكل من رضي بالله ربًّا، وبالإسلام دينًا، وبمحمدٍ صلى الله عليه وسلم نبيًّا ورسولًا، أن يفتخر بهذا التاريخ، وأن يزداد اعتزازه بالانتساب لدين الله تبارك وتعالى. والذي يترتب على ذلك أن يقوم كل واحد فينا بدوره في نصرة دين الله تبارك وتعالى، كما نصره صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الصحابة أجمعين. نقلب صفحة من صفحات التاريخ، ما أحوجنا إلى أن نقلبها في مثل هذه الأيام، وفي مثل هذا الشهر الحرام من السنة التاسعة من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. كانت هناك غزوة من أشهر غزوات الإسلام،
كانت هناك حادثة تاريخية من الحوادث التي لها شأن في تاريخ أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا والله، بل في تاريخ البشرية جمعاء. إنها عباد الله غزوة تبوك، غزوة تبوك التي دعا إليها الرسول صلى الله عليه وسلم في رجب من السنة التاسعة من هجرة الرسول صلوات الله وسلامه على الرسول. ما أحوجنا عباد الله إلى أن نتأمل في وقائع هذه الغزوة وفي أحداث هذه المعركة التي لم يكن فيها عراك ونزال بالسيوف وغيرها، لكنها كانت بداية إعلان أو كل تأطدت أحوال أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وتأكدت قواعدها الراسخة أن دولة الإسلام قد قامت، وأنها الدولة التي كانت تسيطر على ذلك الزمان. فأين الروم وأين الفرس؟ لا روم ولا فرس، إنما الأرض سوف تكون لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. غزوة تبوك عباد الله، ما غزوة تبوك؟ هي رسالة إلى الخامدين الذين لم يقوموا بدورهم في نصرة دين الله تبارك وتعالى، هي رسالة إلى من لجأوا إلى أموالهم وإلى من ركنوا إلى الراحة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، هي رسالة إلى كل من يظن نفسه ليس مسؤولاً عن هذا الدين. نقول لا، هذا الدين قد تعب فيه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حتى أوصلوه إلينا، وحتى صارت دولة الإسلام في المشارق والمغارب. لم يأتي هذا خط عشواء، لم يأتي هذا على سبيل المصادفة، إنما كان قبل ذلك جهاد بالمال والنفس، كان قبل ذلك تضحيات كبيرة جدا وآلام تحملها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتشر الدين في أكثر أرجاء المعمورة بفضل الله تبارك وتعالى. فهل يكون منا عباد الله من يسير على ما كان عليه صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل يكون منا عباد الله من يستجيب لأمر الله تبارك وتعالى ويعلنها للدنيا كلها أنه يتعزز ويتشرف بانتسابه لهذا الدين، وأن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يخلفوا وراءهم بنات كما ذكر ذلك اليهود عند دخولهم بيت المقدس سنة 67؟ قالوا يوم بيوم خيبر، تأمل، يوم بيوم خيبر، وكانوا يقولون محمد مات، مات، محمد خلف بنات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وحال أمة الإسلام لا يخفى عليكم عباد الله في الداخل وفي الخارج، حال أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يخفى على أحد، سواء ها هنا في بلادنا أو سواء في غير بلادنا، ممن يتعرضون لآلام، ممن يتعرضون لاضطهادات، ممن يتعرضون لسفك دماء واغتصاب نساء وقتل للأولاد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لذلك نقول عباد الله، نحتاج إلى أن ننظر في هذه الصفحة من صفحات التاريخ، في غزوة تبوك التي كانت في أيام شديدة الحرارة، التي كانت في أيام حان وقت نضج الثمار والناس ينتظرون الثمار من العام إلى العام، والجو شديد، الجو شديد الحرارة والمشقة شديدة، ووقف الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الخروج إلى تبوك. وما أدراك ما تبوك؟ إنها بلدة فيها عين، أي فيها بئر تسمى عين تبوك، بينها وبين المدينة النبوية شمال المدينة النبوية 778 ميلا عباد الله، أي قريبا من 1000 كيلو متر أو يزيد على ذلك، بين المدينة النبوية وبين تبوك.
والمفترض أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة معه لأجل قتال الروم بني الأصفر حتى يواصل المسلمون دعوتهم إلى دين الله تبارك وتعالى، حتى يواصل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة استنقاذ البشرية من ظلمات الشرك والجهالة. وكذا قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في تلك الغزوة لملاقات الروم بني الأصفر لما علم أنهم وبعض قبائل العرب المتنصرة أنهم يعزمون على غزو المدينة وحرب المسلمين، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم قراراً بغزوهم قبل أن يفكروا في غزو الدولة الإسلامية. وبالفعل دعا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام بالرغم من شدة الأمر وحاجتهم وشدة الحر، وأعلنها صلوات الله وسلامه عليه أنه من جهز جيش العسرة فله الجنة، من جهز جيش العسرة أي الجيش الذي سوف يخرج إلى تبوك، هكذا سماه الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. إنها غزوة العسرة لشدة هذه الغزوة ولشدة أحوالها ولكثرة ما أصاب المسلمين فيها من شدة العطش ومن كثرة طول المسافة ومن قلة الزاد ومن قلة الركائب التي يركبون عليها، لكن لم يكن هناك بد من الاستجابة لأمر الله تبارك وتعالى. بالرغم من كل هذه الظروف الصعبة التي كانت تقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، إلا أن الصحابة لما سمعوا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم استجابوا لأمر الله تبارك وتعالى. واكتتب في هذه الغزوة واجتمع للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة 30,000 من أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. الصحابة ما كانوا يعيشون من أجل الدنيا، إنما كانوا يعيشون من أجل أن يفوزوا برضوان الله تبارك وتعالى، من أجل أن يعمروا هذه الدنيا بنشر دين الله جل وعلا، ومن أجل أن يعمروا آخرتهم بأن يدخلوا جنة عرضها السماوات والأرض. اسمع إلى هذا الكلام، لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة أن يجهزوا جيش العسرة أتى عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه وصب في حجر النبي صلى الله عليه وسلم 1,000 دينار ذهبا حتى برقت أسارير وجهه صلوات الله وسلامه عليه، وقال: ما ضر ابن عفان ما فعل بعد اليوم، وجعل يردد ذلك مرارا ومرارا: ما ضر ابن عفان ما فعل بعد اليوم. إنه عباد الله إنه تاريخ الرجال الذين جعلوا المال في سبيل الله تبارك وتعالى، ليس تاريخا كتاريخنا كتاريخ رجال سيطر عليهم المال، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنه تاريخ الرجال حينما ينفقون المال في سبيل نصرة دين الله جل وعلا. وهذا عبد الرحمن بن عوف يأتي كذلك بنصف ماله في سبيل الله جل وعلا، وهذا كذلك عمر بن الخطاب يأتي بنصف ماله في سبيل الله جل وعلا. الكل يساهم في سبيل نصرة دين الله جل وعلا. لم يتخلفوا، لم يتأخروا لا بمالهم ولا بأبدانهم ولا بأوقاتهم في سبيل نصرة دين الله جل وعلا. هكذا عباد الله يبدأ الإعداد لهذه المعركة، وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم حريصين أشد الحرص على أن يبذلوا أموالهم وأوقاتهم في سبيل الله جل وعلا. يأتي بأحدهم بنصف صاع من تمر يتصدق به في سبيل الله جل وعلا، فيعيب عليه المنافقين الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات
والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. تأملوا عباد الله، الكل يريد أن يساهم، الكل يريد أن يبذل في سبيل نصرة دين الله جل وعلا، أما المنافقون يقفون على الجانب الآخر يرجفون بين المسلمين، يريدون إثناء النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة عن الخروج، وقالوا لا تنفروا في الحر. فقال الله تبارك وتعالى ردا عليهم: قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. هؤلاء المنافقون الذين هم أشد على المسلمين من اليهود والنصارى، هؤلاء المنافقون الذين يرجفون في بين المسلمين، يريدون تكسير معنوياتهم وتثبيط عزائمهم حتى لا يخرجوا لقتال الروم بني الأصفر. تأمل لما يعرض النبي صلى الله عليه وسلم على الجد بن قيس أن يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجهاد، يقول: يا رسول الله، إنك تعلم أو يعلم قومي أني لا أطيق صبرا إذا رأيت نساء بني الأصفر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومنهم من يقول: إذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. يعتذر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه يقول له: أنا إذا نظرت إلى نساء الروم لا أصبر عليهن. فلذلك يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأذن له بالتخلف عن الجهاد في سبيل الله جل وعلا. يتحرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجيش في قاصدا تبوك لأجل منازلة الروم بني الأصفر، لأجل مواصلة الفتوحات للدولة الإسلامية، ولأجل تلقين الروم درسا قاسيا إذا ما فكروا أن يغزوا بلاد المسلمين يوما من الأيام. يتحرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقابله صعوبات، اشتد عليهم العطش جدا حتى كانوا ربما ينحرون الجزور فيشربون ما كان في كرشه من الماء. تأملوا عباد الله من شدة الأمر الذي أصابهم، لكن ليس هناك بد من نصرة دين الله جل وعلا، لكن ليس هناك بد من أن يبذلوا أرواحهم في سبيل نصرة دين الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. يجهز الرسول صلى الله عليه وسلم الجيش تجهيزا عاليا، يقسمه تقسيما دقيقا رائعا، يعجز القادة الكبار في هذه الأيام من أن يقسموا الجيوش كما قسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتحرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الطريق تحدث أحداث تدل على صدق الإيمان في قلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. أبو ذر الغفاري رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، واحد ممن أسلم مبكرا، ممن دخل في دين الله جل وعلا وأعلن انتماءه إلى هذا الدين العظيم. يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك ويتمهل هو من أجل الراحلة التي يركب عليها، وبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل منزلا في الطريق بين المدينة وتبوك، إذا بأبي ذر الغفاري رضي الله تبارك وتعالى عنه أرضاه يركب على راحلته يريد أن يلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما لم تسعفه راحلته ينزل من عليها ويحمل متاعه على ظهره ويظل يتحرك في وسط هذه الصحراء الواسعة وتحت لهيب الحر الشديد، تحت لهيب الشمس الشديدة الحرارة، يدفعه إلى ذلك داعي الإيمان في القلب الذي حركه لأجل أن يلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحابة في شدة الحر وهو جالس هكذا يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيظل يسير خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا، فيرى الصحابة من بعيد
رجلا آتيا من بعيد، سوادا يأتي من بعيد، فأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن أبا ذر، كن أبا ذر، فما هو إلا وقت حتى يظهر أبو ذر رضي الله عنه أرضاه، فيقولون: يا رسول الله إنه والله أبو ذر، فيقول صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. إنهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن الصحابة أجمعين. أبو ذر الغفاري يخرج وحده، يقطع هذه المسافات الطويلة من أجل أن يلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يساهم في نصرة دين الله جل وعلا. تأملوا عباد الله، فيقول رسول الله فيه هذه الكلمات التي تحققت في حياة أبي ذر: يرحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده، رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. وقد حدثت أحداث في زمان عثمان بن عفان، خرج على إثرها، خرج بسببها أبو ذر الغفاري إلى الربذة، إلى مكان بعيد عن المدينة النبوية، وقد أوصى امرأته وغلامه أنه إذا مات أوصاهم بأن يغسلاه، ويكفناه، ثم يضعونه على قارعة الطريق ليصلي عليه أول قادم من هذا الطريق ويقومون بدفنه. فلما مات أبو ذر رضي الله عنه أرضاه، فعلت زوجته وغلامه ذلك، وضعوا سريره على قارعة الطريق، فجاء ركب وقدر الله جل وعلا أن يكون في هذا الركب عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، فتفاجأ الناس، فتفاجأ الركب بهذا السرير الذي كادت ركابهم أن تطئه، فلما سألوا كادت ركابهم أن تطأه وأن تمشي عليه، فلما وقفوا فسألوا: ما هذا؟ فقيل: هذه جنازة أبي ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي عليه النفر القليل. تأمل، ليس العبرة عباد الله بكثرة الأتباع، إنما العبرة بالصدق في الإيمان بالله تبارك وتعالى. قد يسخط الناس عليك، لكن رب الأرض والسماء يرضى عنك، فإياك أن تنشغل بأن تحصل على رضا الناس، إياك أن تعمل الأعمال من أجل أن تكثر الأتباع، ومن أجل أن تكسب مودة الناس، وأنت تعمل من أجل الدنيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ما كان هذا حالهم، كان إخلاصهم لله جل وعلا عنوانهم في حياتهم. أبو ذر الغفاري هل ضره أن يصلي عليه 10 أو 20 من الرجال لم يشهد جنازته الكثير؟ لما ضره والله، لأنه صدق في إيمانه بالله تبارك وتعالى. فحينما يراه ابن مسعود يبكي رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، وقال: لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يرحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده، رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. هذه صورة مشرقة من حياة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، غزوة تبوك، التي كما ذكرنا وقعت في مثل هذا الشهر الذي نحن فيه، الشهر الحرام. والكثير منا ربما يتخلف عن صلاة الفجر من أجل بعض من البرد أو بعض من التعب، يجلس في بيته يتخلف عن صلاة الفجر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقطع الواحد فيهم المسافات الطويلة من أجل أن يلحق برسول الله في شدة الحر ومع بعد المسافة وشدة الجهد، إيمانهم بالله أيقظهم، حركهم، دفعهم إلى الأمام، حتى سطروا هذه الصفحات الرائعة من تاريخ أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأبو خيثمة رضي الله عنه وأرضاه واحد كذلك من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام قاصدين تبوك، وأوشكوا على النزول في تبوك،
دخل أبو خيثمة وقد تخلف أياما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجع إلى بستانه، إلى حديقته، إلى حائطه، فوجد زوجتيه، وجد امرأتيه لكل منهما عريشا، قد جهزت عريشها وقد رشت الماء وقد أعدت له الماء البارد وأعدت له طعاما وهيأته له. فوقف هكذا على باب العريش وقال أبو خيثمة: ها هنا في هذا الطعام البارد وفي هذا الجو وبين الزوجتين زوجة حسناء جميلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الضح أي في الشمس والحر، والله ما هذا بالنصف، ليس هذا بالنصف، أي ليس هذا من العدل. يقول: ليس هذا من العدل أن أبقى أنا ها هنا مقيم ها هنا بين زوجتي في وسط الماء البارد وفي وسط الراحة وفي وسط البستان ورسول الله صلى الله عليه وسلم هنالك تحت الحر في شدة المشقة والتعب وفي شدة الجهد، والله ما هذا بالنصف. ثم قال لزوجتيه: هيئا لي زادا، فهيأتاه له رضي الله عنه وأرضاه، فارتحل راحلته ثم انطلق خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قاطعا المسافات البعيدة في شدة الحر، حتى أوشك على الوصول إلى تبوك، فرآه الصحابة من بعيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن أبا خيثمة. ورسول الله يقول ذلك لأنه أعلم بأصحابه، درس أصحابه دراسة رائعة حتى عرف من منهم من الممكن أن يفعل هذا الفعل. كان صلى الله عليه وسلم لما يبلغه تخلف البعض وهو خارج إلى الغزوة يقول: دعوه، إن يكن فيه خيرا فسيلحقه الله بكم، وإن يكن غير ذلك فقد أراحكم الله منه. فكان حينما يبلغ أن بعض أصحابه أتى يقول: كن أبا ذر، كن أبا خيثمة. فجاء أبو خيثمة رضي الله عنه وأرضاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولى لك يا أبا خيثمة، يعني كلمة تدل على التهديد، كأنه يقول له: دنوت من الهلكة، كدت أن تهلك يا أبا خيثمة لولا أن أعانك الله وجئت إلى هاهنا. ثم عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت منه هذه الصفحة التي خلدها التاريخ بأحرف من نور، رضي الله تبارك وتعالى عن أبي خيثمة. وأخيرا عباد الله، صفحة مشرقة كذلك من صفحات حياة محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، غزوة تبوك. بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن وصل إلى تبوك أقام بها 20 ليلة، لم يجد لا روما ولا قبائل العرب المتنصرة لم يجدهم، فأقام بتبوك 20 ليلة صلوات الله وسلامه عليه. وبين هو في ليلة من الليالي، كما يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، قال: قمت ليلة من الليالي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كأنهما يدفنان أحد أصحابه صلى الله عليه وسلم. قال: فنظرت فإذا هو رسول الله وأبو بكر وعمر، وإذا به يجهز قبرا فأسلماه، فنزل صلى الله عليه وسلم في القبر وأسلم له صاحبه، فوضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر، ثم قال: اللهم إني أمسيت راضيا عنه فارضى عنه. فكان هذا الصحابي لما علمه عبد الله بن مسعود، كان هذا الصحابي هو عبد الله ذو البجادين رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، فقال ابن مسعود لما رأى هذا المشهد وأن رسول الله يأخذ هذا الميت من أبي بكر وعمر وينزله إلى القبر ويضعه في القبر ثم يقول: اللهم إني أمسيت راضيا عنه فارض عنه، يقول ابن مسعود: يا ليتني كنت صاحبا
الحفرة حرصا منه رضي الله عنه وأرضاه على أنه كان يتمنى أن ينال دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مجتمع الصحابة عباد الله، لم يمنعهم الحر، لم تمنعهم المسافات البعيدة، لم يمنعهم حب المال من أن ينفقوا في سبيل الله وبأن يتحركوا في شدة الحر وأن يقطعوا المسافات البعيدة في سبيل نصرة دين الله جل وعلا. فهل نكون مثلهم عباد الله بأن نتحمل مسؤولية هذا الدين في هذه الأيام وأن نتحرك في المشارق والمغارب من أجل دعوة الناس إلى دين الله جل وعلا حتى ينتشر الدين في المشارق والمغارب؟ هل نكون مثلهم عباد الله؟ نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فغزوة تبوك لم يحصل فيها لقاء بين المسلمين وبين الروم النصارى وقبائل العرب المتنصرة. أقام الرسول صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 ليلة فلم يجد لا عيناً ولا أثر لهؤلاء الروم، بل أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد على رأس سرية فيها قرابة 400 من الفرسان إلى دومة أكيدر الجندل فأسره خالد بن الوليد رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. ومكث النبي صلى الله عليه وسلم وأرسلوا إليه أنهم يريدون الصلح معه صلوات الله وسلامه عليه. تأطدت أركان الدولة الإسلامية، وأعلن المسلمون أنهم سادة العالم في ذلك الزمان وسيظلون كذلك بإذن الله جل وعلا، طالما تمسكوا بدين الله تبارك وتعالى، وطالما كانوا على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام. أنزل الله تبارك وتعالى في شأن المتخلفين عن غزوة تبوك قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله غفور والله على كل شيء قدير. ما أحوجنا عباد الله إلى أن نستمع إلى هذا النداء الذي نادى الله عز وجل به على أهل الإيمان، على أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. ليس المقصود بالنفير في سبيل الله الجهاد في سبيل الله وفقط، بل كذلك نقول أن ينفر الإنسان في العمل بدين الله جل وعلا، وأن يتحرك في الدعوة إلى الله جل وعلا، وأن يتحمل مسؤولية هذا الدين في وسط هذه الحياة التي طغت فيها الماديات والشهوات، وانشغل كثير من الناس بالدرهم والدينار، انشغل كثير من الناس بمصالحهم وشهواتهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وتخلفوا عن نصرة دين الله جل وعلا، وتخلفوا عن أن يجعلوا العمل للدين هو أساس حياتهم، وعلى أن يجعلوا العمل للدين هو الذي يحركهم ويدفعهم إلى الأمام. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ قال الله: فما متاع الحياة الدنيا
في الآخرة إلا قليل. اعلم علم اليقين أن الدنيا لو حصلت عليها وعشرة أمثالها معها ومعها وأمثالها وأمثالها فإنها والله لا تساوي ذرة من ذرات الآخرة. فكيف يضيع الإنسان جنة عرضها السماوات والأرض من أجل دنيا دنية زائفة زائلة؟ وإنا لله وإنا إليه راجعون. أمانة الدين أمانة في أعناقنا عباد الله، نسأل عنها يوم لقي الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير. قال الله جل وعلا: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. إن تخلينا عباد الله عن نصرة دين الله وعن أن نجعل هم الإسلام همنا فسوف يأتي الله عز وجل بأقوام يقومون بهذا الدين ويتحركون به وينشرونه بين الناس حتى تتحقق لهم نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم بأن تعود خلافة على منهاج النبوة. ولسوف يحدث في يوم من الأيام، لكن نقول عباد الله سوف يحدث في يوم من الأيام، لكن أنت ماذا قدمت لدين الله جل وعلا؟ دين الله منتصر وقائم، وأنت ماذا قدمت لدين الله جل وعلا؟ أنت المحتاج إلى الدين. لا تظن أن الإسلام يحتاج إلى أحد منا، كما قال الإمام أحمد لما قيل له: جزاك الله خيرا عن الإسلام، فقال: بل جزى الله الإسلام عني خيرا، فضل الله علي أن جعلني مسلما. فلا تغتر بنفسك وتظن أنك تستطيع أن توقف المسيرة أو أنك تستطيع أن تعرقل مسيرة العمل لدين الله جل وعلا. لا، نحن جميعا محتاجون إلى الإسلام، محتاجون إلى الإسلام، والإسلام لا يحتاج إلى أحد منا. فإن نحن تخلفنا فسوف يأتي الله عز وجل بقوم يبذلون أرواحهم وأموالهم في سبيل نصرة دين الله جل وعلا. فهل نعي الدرس عباد الله؟ هل نعي الدرس ونقتدي بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ أولئكم البعض أو أولئك النفر من الفقراء الذين أتوا إلى رسول الله في غزوة تبوك لأجل أن يحملهم ليأتي بركائب تحملهم معه، فاعتذر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه لا يجد ما يحملهم عليه. قال الله عز وجل: تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. يا سبحان الله، هؤلاء يحزنون لأنهم منعوا عن أن يخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاد، بالرغم من هذه الشدة الشديدة ومن هذا الجهد ومن هذا التعب، وأنه نزال وحرب في سبيل الله جل وعلا. يحزنون بل يبكون حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فهل نعي الدرس عباد الله ونراجع أنفسنا ونتوب إلى الله جل وعلا ونجدد العهد مع الله في العمل بدين الله والعمل لدين الله جل وعلا؟ نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم نور على أهل القبور من المسلمين قبورهم. اللهم وسع على أهل القبور من المسلمين قبورهم. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارفع عن بلاد المسلمين الغلا والوبا والزنا والربا وسائر الأمراض والأسقام والأوجاع والبلايا والرزايا يا رب العالمين. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر المأسورين، وأحسن خلاصهم يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين
المستضعفين في سوريا، اللهم كل إخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم كل إخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم كل إخواننا المستضعفين في بورما وفي أفغانستان وفي فلسطين وفي كل مكان يا ذا الجلال والإكرام، اللهم كل إخواننا المستضعفين في مالي وفي كل مكان يا قوي يا عزيز، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وأقم الصلاة.